السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. درس اليوم يتكلم عن المد في أول الكلمة. درس اليوم عزيزي الطالب في غاية اليسر، يحتاج منك بعض التركيز عزيزي الطالب. تأمل عزيزي الطالب الكلمات الملونة في المجموعة ألف أولا واقرأها ولاحظ كيف كتبت وماذا تلاحظ عزيزي الطالب. نقول كلمة أخذ، أخذ، كلمة أخذ، وكلمة أمر، وكلمة أمن، وكلمة أسف. لاحظت عزيزي الطالب أنك نطقت همزة فقط، نطقت همزة فقط، وأنها كتبت همزة قطع. الهمزة الموجودة في هذه الأفعال كلها عزيزي الطالب همزة قطع. أحسنت عزيزي الطالب. ننتقل عزيزي الطالب ونتأمل المجموعة ب. اقرأها ولاحظ كيف كتبت عزيزي الطالب، ماذا تلاحظ؟ أحسنت عزيزي الطالب، لقد لاحظت أنك نطقت الهمزة فيها مطبوعة بألف، مثل نقول آخذ، آخذ، آمر، آمر، آمن. أحسنت عزيزي الطالب، نطقت الهمزة فيها مطبوعة بألف، وأنها مكتوبة همزة مد. ماذا نستطيع أن نستنتج من المجموعة ب؟ نستنتج من المجموعة باء عزيزي الطالب أن الهمزة في أول الكلمة إذا نطق بعدها ألف، مثل كلمة آخذ، 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 إذا نطق بعدها ألف فإنها تكتب همزة مد. إذا نطق بعدها ألف فإنها تكتب همزة مد، وإذا لم ينطق بعدها ألف عزيزي الطالب فإنها تكتب همزة قطع. الشرح عزيزي الطالب، تأمل الكلمات الملونة في العمود ألف. أنت لاحظت أنك نطقت همزة فقط وأنها كتبت همزة قطع. تأمل الكلمات الملونة في العمود باء. أنت لاحظت أنك نطقت الهمزة فيها مطبوعة بألف وأنها مكتوبة همزة مد. القاعدة عزيزي الطالب، الهمزة في أول الكلمة إذا نطق بعدها ألف فإنها تكتب همزة مد، كما في كلمة آكل، آسر، آمن. إذا نطقت بعد الهمزة ألف فإنها تكتب همزة مد، وإذا لم ينطق بعدها ألف فإنها تكتب همزة قطع، كما في أكل، أمن. عزيزي الطالب، تأمل الكلمات الموجودة أمامك ووضح سبب كتابة الهمزة بهذه الصورة. توضح لنا سبب كتابة همزة المد بهذه الصورة عزيزي الطالب. آكل، آكل. اتفقنا عزيزي الطالب أنك إذا نطقت الهمزة مطبوعة بألف فإنها تكتب بصورة همزة مد. إذا كل هذه الكلمات نطقنا الهمزة مطبوعة بألف، الهمزة مطبوعة بألف فتكتب همزة مد. إذا كانت الهمزة مطبوعة بألف عزيزي الطالب فإنها تنطق ألف أو تكتب همزة مد. إذا كانت الهمزة مطبوعة بألف عزيزي الطالب فإنها تكتب همزة مد. إذن الهمزة في أول الكلمة إذا نطق بعدها ألف فإنها تكتب همزة مد بهذه الصورة، كما في آكل، آثر. أحسنت عزيزي الطالب. وإذا لم ينطق بعدها ألف فإنها تكتب همزة قطع، كما في أخذ، وفي النهاية عزيزي الطالب كلنا نعمل من أجلك أنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.